السلام عليكم. اليوم غنقدموا مع بعضنا واحد الطخطه اللي كنظن ان كلشي غادي تعجبو، كلشي غيبغي يوجدها، هي لاموس، موس وشوكولا. وجدوا عندنا وسهله وما فيهاش مقادير بزاف، ما فيهاش مواد بزاف. كنحتاجو الكريم باتيسير، نص كيلو ديال الكريم باتيسير. هاد نص كيلو ديال الكريم باتيسير كيجي فيه نص سيترو ديال الحليب و100 غرام ديال السكر و50 غرام ديال الكريم باتيسير غبره وواحد البيضه. راه فايت لي قدمت الفيديو ديال الكريم باتيسير. وغنحتاجو نص سيترو ديال الكريم فريش، وغنحتاجو نص كيلو ديال الشوكولات ديال التذواب، وغنحتاجو 60 غرام ديال الكاكاو، يعني الفري كاكاو، ماشي باش كتجي باش كطلع الموس زوينه بزاف. وكنحتاجو واحد الطرف ديال الجينواز. الجينواز ما كاينش دابا، نقدم لكم الوصفه ديال الجينواز. وغنحتاجو واحد البورت بياس على هذا الشكل مدور، وغنحتاجو السيرو. السيرو عندي هنا الماء وفيه السكر وفيه الليمون مقطع طريفات، وكنحطو يطيب غير واحد شويه وكنطفي عليه حتى هو. دابا ندوز لكم الوصفه ديالو ان شاء الله. دابا ندوزو نصايبو الكريم باتيسير. دابا غنوجد صايب كريم باتيسري. راه ديجا صايبت لكم فيديو راه كاين ديالها، غنحط الرابط، نخلطو مزيان. في الاول كتكون شويه قاصحه، ومن بعد ملي كنبقاو نخلطو مزيان كتبقى تطلق الكريمه، كتبقى تخلط مع داك البيضه والسكر والبودر ديال الكريم باتيسير، صافي وكتطلق وكتولي متلوخه. كنديرو الحليب يفيض، نص سيترو ديال الحليب يفيض. هاد الحلوة كتبغي كريم باتيسري تكون سخونة، غنطلعو الكريم فريش هي الأولى. نسيطرو قلنا ديال الكريم فريش، نزيدو عليها 60 غرام ديال السكر كلاصي، نزيدو عليها شويه الفاني غبره، صافي ونطلقو الباتور يخدم. كريم فريش هي طلعناها، حيدوها ابار، وطلعنا كريم باتيسري وخويناها في الباتور سخونه، ضروري تكون سخونه. وغنطلقوا عليها الباتور وغادي نخويو عليها سخونه، غنخويو عليها الشوكولاط عندنا مذوب. علاش هاد القضيه ديال كريم باتيسري سخونه نخويو عليها الشوكولاط سخون؟ باش الشوكولاط ما يتحببش، ما يديرش حبيبات. يلا خوينا كريم باتيسري سخونه وخوينا عليها الشوكولاط سخون، وغادي نطلقوا الباتور. نخويو عليها الشوكولاط، ها هو تخلط الخليط ديالنا، تخلط على هذا الشكل، ونخويو عليه 100 غرام ديال الشوكولاط غبره. وغنطلقو الباتور غير بشويه باش ما داك الشوكولاط ما يطيحش، حتى
خصو يتخلط مزيان وعاد نزيدو له في السرعه. وخصنا هاد الخليط يبرد باش يمكننا نخلطو مع كريم فريش وما تذوبش. يعني الا كان سخون كريم فريش غادي يذوب لنا، ولكن خصنا حتى يبرد. قطعت الجينواز على هذا الشكل، قطعت الدائرة ونتوما، وخليت لهاد الكاغط من التحت حتى نبغي نهزها من الفريكو وعاد نحيدها باش ما تلقص باش ما تلصقليش في 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 هاد في هاد البلاكه هادي. غنسقيو جينواز سيرو فيه السكر والليمون والماء، كنطيبوه واحد 10 ديال الدقائق فوق البوطه صافي، وكنطفيو عليه كيجي فيه المذاق ديال الليمون. هاد الخليط ها هو بقى الروبو كيخدم عليه حتى برد. عندنا هنا كريم باتيسيير، وعندنا الشوكولا مذوبه، وعندنا الكاكاو. المهم حتى بردوا مزيان. دابا غنزيدو عليهم كريم فريش وغنبقاو نخلطو شويه بشويه باش ما طيحناش الكريم فريش على هذا الشكل. كتجي مزيانه بزاف. الناس اللي كيبغيو الشوكولات وكي معجبين بالشوكولات هاد لاموس كتعجبهم بزاف. صافي وكنعمرو. ملي كنخلطو لاكريم ديالنا كنعمرو لاطارت ديالنا لهاد الشكل. صافي وكنبداو نقادو فيها على هذا الشكل باش غادي نحطوها في الكونجيلاتور. صافي غادي نسخنو الموس وغادي ندوزوه على الوجه ديال الحلوى باش يعطينا شويه ديال البريو. سخنا الموس كندوزو صافي كندوزو الموس على الوجه ديال الحلوى على هذا الشكل. هانتوما شوفوا واش كتعطينا البريو، تولي كتبرق والوجه ديال الحلوى كيولي ليس. صافي وغنحطوها في الكونجيلاتور واحد من 5 حتى 6 ديال السوايع. صافي وداك السعيت ملي غادي نجبدوها صافي غنشوفوا لا ديكوراسيون ديالها كي غتجي. الله يحفظكم. بقات لي شويه ديال الكريمه ديال الشوكولات، وبقات لي شويه ديال الكريمه كريم فريش، حيت هاد لاطارت هادي اللي صايبت فيها كيلو، وانا هاد القياس اللي درتو كيعطي من 2 كيلو حتى 2 كيلو ونص ديال الحلوى. دابا داك شويه اللي بقالي غادي نعمرو في هاد الحليوه هادي، غادي نزيد نعمرو هنا في هاد الحليوه نوريكم عاود الطريقه كيفاش. صافي غادي نسقيها حتى هي بحال الاخرى. صافي ومثلا هاد الشكل هذا على شكل لوزونج، نتوما يمكن لكم ديروا كاري ولا ديروا سيركل ولا ديروا كما بغيتو ديروها ديروها. صافي كندير شويه ديال الكريمه بيضاء
كنقاد هاد الكريمه هي تحتانيه، هذه غير كريم فريش عاديه ما فيها حتى شي حاجه. صافي انتم كتشوفوا باش غتجينا بالطبقات كتجي زويونه. انتم كتجي على هذا الشكل. كنجيب غادي نقاد للجناب نمسح، كنقاد بشويه ديال الجينواز. صافي غادي نخوي عليها هاد لاموس اللي بقات لنا. ثم شوفوا راه بقات كتقصح. صافي انا جمعت داك الكريمه لاموس اللي بقات لي ديال الشوكولات وزدتها فوق هذه بيضة، كتعطينا واحد لاطاخت بالطبقات، طبقة بيضة وطبقة شوكولا. صافي وكندوز بحال هكا وكنبرك عليها مزيان باش داك الفراغات اللي كاينين يعمروا لي. حتى هي غندير لها نفس الشيء، ندير لها الموس باش تعطيني البريو. صافي سخنا الموس غندوزو على الوجه ديالها. انتما شوفوا كيف كتبان. صافي حتى هي غنديوها للفريكو من 5 حتى 6 ديال السوايع بحال الاخرى، ومن بعد نرجعوا لا ديكوراسيون نرجعوا عند بعضياتنا. بالنسبه للكلاصاج اللي غنديروا على الوجه ديال الحلوه، عندنا هنا 250 غرام ديال الشوكولات ذوبناها، وزدنا عليها 250 غرام ديال الكريم فريش، وزدناها واحد الورقه وحده ديال الجيلاتين، وعطانا هذا الشكل. عطانا هذا الكلاصاج، هذا هو اللي غنديروا على وجه الحلوه. غادي نخوي الكلاصاج على الحلوه من الفوق. على هذا الشكل. وغادي نسرحوه بسباتول. صافي غنخليوه يبرد شويه يجمد شويه، ومن بعد نوريكم الطريقه كيفاش تحيدوا هاد السيركل هذا. غنوريكم الطريقه كيفاش تحيد. صافي وكنبقى بهاد الشيفون سخون كنعمل هاد العمليه، كنبقى نسخن هاد لو سيركل هذا هاد الشكل انتوما شوفوا، وفي نفس الوقت كنحيد داك الزوائد داك الشوكولات اللي زايد عندي في الحاشيه ديال 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 هاد لو سيركل. كنبقى هكا على هاد المنوال حتى كنلقى بلي ان الحلوه هاد لو سيركل بدا كيترخى ويحيد غير بوحدو. صافي داك السعيد كنهزو بسهوله كيحيد لي، ولكن ضروري خصك تسخنو باش يبغي يخرج لك من الحلوه، باش الحلوه ما تخسر لكش، الكاطو ما يتخسر لكش. فهمتي هانتوما شوفوا كنحيد هاد الشيء اللي زايد كنحيدو باش ملي كنديمولي الحلوه ديالي لا طاخت ديالي. صافي كنبقى على هاد الشكل حتى كيتهز ليه هو بوحدو. دابا غادي نعمل انا هاد باش ما نعطلكمش، باش غندير هاد لاباراي هادي. انتوما شوفوا كنشعلها
صافي وكنبقى على هذا الشكل، كنميل يدي كنبقى على هذا الشكل. صافي حتى كيسخن كنحيدو. ها نتوما شوفو، ها نتوما كنبقى على هذا الشكل حتى كنحيدو، كتجيني الحلوه بحال هكا. ودابا عاد غنغطيها من التحت وغنكمل لها لا ديكوراسيون ديالها. دابا غادي ننزل الحلوه ديالي، غنهزها من هنا من هاد الطبسيل وغادي نحطها هنا، وغادي نديكوري لها الجناب ديالها بلا كريم، كريم فريش وبالدوي فين هو. نتوما غادي تشوفوا معايا، دابا غادي نديروا لها الكريمه مع الجنب ديالها، غنديكوريوها على هذا الشكل. كنغطيو لها هاد الجينواز اللي كتبان، ومن بعد غنديروا لها صبيعات ديال الشوكولا، نديروا لها واحد الوريضه ونكتبوا عليها جويوز انيفيرسير. عندي هنا دابا نتوما شفتوا عندي كريم في طبقه ديال الكريم فريش وطبقه ديال الموس وشوكولا، كتجي زوينه ورائعه سهله في المتناول، يمكن لأي واحد يصايبها. صافي غادي نديرو لها التصبيعات ديال الشوكولا، كيجي الديكور ديالها مزيون. نبقاو على هذا الشكل حتى نكملوها. صافي حنا كملنا الديكوراسيون، كتجي على هذا الشكل نتوما شوفوا. صافي عندنا واحد الوريضه بالشوكولا درناها بلا بات داموند. دابا نعطيكم الطريقه ديال لا بات داموند، وغادي نزوقوها بهذا الشكل. كتجي زوينه وكتجي رائعه في الاكل، حتى في الديكوراسيون سامبل كتجي على هذا الشكل. صافي دابا عملنا جوج ديال الكلاصاجات، كلاصاج كحل في هذه الحلوه وكلاصاج بيض في الحلوه الاخرى، كلاصاج بيض نفس الشيء. كنديروا 250 غرام ديال الشوكولاته ابيض على 250 غرام على كريم فريش وواحد الورقه ديال الجيلاتين، وكنخلطوهم كيعطينا كلاصاج بيض، هو اللي كلاصينا به الحلوه لاموس الاخرى، وهذه كلاصيناها بالشوكولا. ايوا دابا باقي لنا غير الكتابه، غنكتبوا لها جويوز انيفيرسير والسلام، وكتولي جاهزه وبالصحه والراحه. وشكرا، وتابوناو معايا وديروا لي جيم. الله يحفظكم. شوفوا كي جات، جات زوينه صحة وراحة. تابوناو معايا وديرو لي جيم وشكرا.